ورحب. زي ما جه الدنيا خرج منها من غير ما ياخد معاه اي حاجة. بعد عوض ما مات كان ايه تفكيرك؟ كانت حالتك شكلها ازاي؟ كنت مصدومة، كنتش قادرة أصدق في ناس ما بنحسش بقيمتهم في حياتنا غير لما بيروحوا مننا. وعوض من الناس دي كان عالي فلان طالع رحلة معايا مش راجع منها، كان قلبه حاسس إن رحلته خلصت خلاص. وإنتي رحلتك لسه ما خلصتش يا أستاذة فاطمة. السؤال دلوقتي، أنت كنت ناوي تستمري فيها لحد إمتى؟ طبعا مش هتصدقني لو قلت لك إني فعلا كنت هسلم نفسي. طب وإيه اللي منعك؟ ليه ما عملتيش كده؟ ليه جيتيلي هنا مقبوض عليكي؟ الوقت ما كانش في صالحي. قبل ما فقت من اللي أنا فيه فتحت عيني، كنت وصلتولي. اهدي يا فاطمة. لقيته يا استاذ. ان شاء الله هلاقيه يا بنتي، ان شاء الله. طمني يا بنتي، طمني. عوض بخير. طب ما جبتوش معاك ليه؟ ما هما اكيد نقلوه يا حبيبتي المستشفى ولا. ايوه حبيبتي نقلوه الوحده الصحيه. طب نروح. لا 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 لا، نروح فين؟ نروح فين يا فاطمه؟ انت ما تخرجيش مننا خالص. انيس لو عارف مكانك هيبوظ الدنيا وممكن يقبض عليك. انت هنا ولا الجن الازرق يعرف لك طريق جره؟ طب تروح انت يا استاذ. حاضر. هطمني عليه. هطمنك عليه يا حبيبتي، هطمنك عليه. اهدي يا بنتي، الله يخليك. يا استاذ هاتوا معاك يا استاذ. خلاص يا فاطمة. هي اكيد في بيت عطا اخو يوسف وهيب، لكن مش هنقدر نخش من غير اذن نيابه. دلوقتي نقدر نطلبه بقلب جامد. انيس انت شفتها بعينك؟ ها، ده غير قصه عوض اللي نقلناها المشرحه. طبعا انت نفسك تقتحم البيت دلوقتي حالا. انا عيني على البيت عشان ما تلحقش تخرج براه. هما صحيح مجهزين عزوه رجاله عشان يحرسوه، بس لو معانا اذن نيابه هنقدر نخش. وانا من جهتي هستعجل الاذن ده على قد ما اقدر. شكر جدا يا صلاح بيه، الخدمه دي عمري ما انساها لك. الظاهر كان عندك حق، مش هترجع غير وهي في ايدك. فعلا كان عندي حق. يا ابني مال وشك اصفر زي الليمونه كده ليه؟ اول مره تقع منك ضحيه في ماموريه ولا ايه؟ لا يا باشا، مش اول مره ولا حاجه. مش تقدر تقول ان انا تعبان. يمكن تغيير الجو، هنا حر وخنقه طول السنه زي ما انت شايف. يمكن عشان كده الناس خلقهم ضيق وروحهم بقى في طراطيف مناخيرهم. انا بفكر اعمل دراسه عن التاثير الجغرافي والمناخي في الصعيد على مزاجي. أنيس، عاملة إيه دلوقتي؟ حالتها كربعاضة، ربنا يسترها معاها. إهني؟ محدش هيقدر يوصل لوحيها. الرجالة متنطورين في كل مكان، منهم اللي معاه شومة ومنهم اللي معاه آلي، يعني أمان. لا يا عبد الله لا، لازم أخدها وأروح في حتة بعيد عن هنا، بس الأول أطمن على عوض. أنا هبعت رجلين يتقصوا عن الحقيقة، ها؟ بس انت ما تقلقش نفسك. ما قلقش نفسي ازاي وبأمارة ايه؟ دول زمانهم بيوضبوا نفسهم عشان يقبضوا على البيت. نسمع مني، طول ما هي جوه الدار يبقى امان. يا رب يا رب. كانت هنا وعوض كمان كان معاها. وانا ما انكرتش يا حضرة الظابط وما اكدتش يا ابونا. لو كنت سلمتها لي ما كانش حصل اللي حصل. ليه يا ابونا ليه؟
يا حضرة الضابط، ما يصحش إن أخون إنسان إديته الأمان. وادي النتيجة، راح فيها واحد بريء ملوش أي ذنب. يعني أنت كنت خابر يا حضرة الضابط إن عوض اللي قتلته كان بريء؟ أنا ما قلتش إن بريء يا أبونا، ما قلتش، أنا كنت بأدي واجبي. مش مهم يا ولدي، مش مهم كان قصدك إيه. الكلمة اللي خرجت من حنكك جايز تكون هي الحق، لكن أنت بتكابر يا حضرة الضابط، جاي تدور على شماعة تعلق عليها الجريمة اللي ارتكبتها في حق عوض. لكن يأسفني أن أقول لك أن الشماعة دي جواك أنت. يعني يا أبونا؟ شعورك بالذنب والندم اللي باينين جوا عينيك كمسطوع الشمس بيقولوا أنك خابر، إن ما كانش يصح إنك ترتكب الجريمة دي في حق عوض. يا أبونا، يا أبونا، أنا ما قصدتش، أنا كنت بأدي واجبي، ما عملتش حاجة. يا ولدي، أنا مش محتاج لمبررات. إن كنت لسه بتدور على فريستك فدلوك أنت خابر هي وين، لكن هنا مش هتلاقي اللي بتدور عليه. على إذنك يا بولا، يغفر لك الرب يا ولدي. الو ياسر، مين؟ ايوه ياسر، انت بتتكلم منين؟ حكاية بخصوص ايه؟ سلام ونعمة يا بنتي. خير يا مريان؟ كنت عايزة استأذنك لأجل ما أروح لفاطمة. عايزة تحذريها؟ واجبي يا أبونا، فاطمة لها الفضل عليا فإني واقفة على رجلي لحد دلوقتي. وتفتكري يا بنتي هي محتاجة لتحذير؟ تفتكري هي مش خبرة إن البوليس يعرف مكانها؟ أبقى عملت اللي عليا، وفيت الدين اللي في رقبتي، خلصت ضميري. طيب يا بنتي، ما فيش مانع، لو انك هتلاقيها في ألم وحزن شديد، حزن من اللي بيشل التفكير وبيفقد الإنسان القدرة على السيطرة. تقصد يعني اللي حصل لعوض؟ ايوه يا بنتي، لكن انت يا مريان، انت يا بنتي لسه خارجة من تجربة صعبة، ولسه جروحك ما طابتش. اللي انكوى بالنار بيبقى أدرى واحد إنه يداوي جروح الآخرين. فاطمة دلوقتي محتاجاني، محتاج حد يواسيها، يقف جنبها وياخد بيدها. روح لها وابقي طمنيني عليها. اذكرنا في صلواتك يا أبونا. صلاة العازرة والقديسين. ايوه
مريان. قلت لها يا أستاذ يوسف. للأسف يا بنتي لسه ما تعرفش حد دلوقتي. لسه حتى ما تعرفش إنه مات؟ أيوة الرجالة لسه مبلغيني من شوية صغيرين، ومن ساعتها أنا مش قادر أتلم على حالي، فما بالك هي. ربنا يقويك ويقويها، بس برضك لازم نقولها. أنت أصلك ما تعرفيش عوض بالنسبة لفاطمة حاجة كبيرة. عشرة عمر في المانيال من لما كانت فاطمة لسه بتحبي، وصلها بالميكروباص بتاع أبوها، كان معها لحظة بلحظة ويوم بيوم من كم شهر فاتوا. الحكاية مش سهلة. ما يصحش يا أستاذ يوسف نسيبها على عماها. جديه جديه ولا جديه هتعرف، فلازم نقول. لساني مش مطوعني أقول لها خبر زي ده يا بنتي، ومش عارفة أتصرف إزاي. سيبها لك. أنت هتقدر تقول لها؟ رب الماشي دي جويني. فطري خش يا عطرة يا منور. ايوه مات الكريم.
مات. مات برصاصة مسدسي. وانا اقول صوتك ماله من اول ما كلمتني؟ طب ايه؟ انت مكمل عندك شوية ولا ايه؟ شفتها بعيني، شفتها بعيني وعارف هي فين، بس لازم استنى اذن النيابة بالتفتيش والقبض عليها. انا اللي بقولها لك المرة دي، ما ترجع ليش غير بيها يا انيس. لما ترجع هنا الدنيا هتتقلب عليك، ده اذا ما كانتش اتقلبت عليك فعلا. رجوعك بيها هو التبرير الوحيد للمصيبة اللي انت عملتها دي. بيني وبينك يا كريم مفيش اي تبرير للمصيبة اللي انا عملتها. انا نفسي مش مصدق نفسي، مش مصدق اللي حصل. مش هقول لك اني ياما حذرتك لان قلتها كتير قبل كده ومفيش فايدة، بس اسمعها مني، دي روح بني ادم. لو ما رجعتش المرة دي وفاطمة في ايدك، مش بعيد ابدا انت اللي تروح فيها يا انيس. ربنا يستر، ربنا يستر يا رب. سلام. متأسف جبتك على ملا وشك. لا انا اتاخرت شويه، قبل ما عديت من الناس اللي محوطين البيت. يا مالها يا استاذ يوسف، جرى لحاجه؟ زي ما سبتيها من ليله امبارح، لا عايزه اتكلم حد ولا تشوف حد ولا تسمع لحد، حتى الاكل مش عايزه تاكل. قلت ابعت لك تقعدي معاها يمكن تسمع لك. معلش، ما هي الصدمه برضك شويه. عارف عارف يا مريان اللي جرى له كان قدام عينيها. على قد ما الموت بيصدمنا على قد ما بيفوجنا يا استاذ يوسف. ايوه يا مريان يا بنتي، ما هي لازم تفوق، البوليس ممكن يتوب علينا باللحظه والثانيه. ما تقلقش، انا هخش لها دلوقتي وهتحدث معاها. يا عالم تعبتك معاها يا بنتي. ما تقولش كده يا استاذ يوسف، فاطمه دي زي اختي تمام. هي عطر يا منور يا رب. فاطمة، انا مش جاي عشان اقول لك الكلام اللي قلته لي قبل كده ولا افكرك بيه. تقوليه ولا ما تقوليهوش؟ هو كله كلام؟ لا، لو كان مجرد كلام ما كنتش صدقته ولا سمعته حتى ولا اقتنعت بيه. انا قبلها بشويه كنت اضيع حياتي كلها لولا انت يا فاطمة. انت اللي انقذت حياتي. ما كانش قصدي، والله ما كانش قصدي، ما كانش قصدي اعمل مصلحه اجتماعيه وارجع لك حياتك زي ما بتقولي، ولا كان قصدي اضيع حياتي ياسر وادخله السجن. ما كانش قصدي ان يكون السبب في موت عوض. أكيد في سبب للي بيحصل ده كله، يمكن دلوقتي احنا مش عارفينه، بس أكيد في سبب. أكيد في سبب. أنا السبب، أنا السبب في كل اللي بيحصل حواليا. لا يا فاطمة، إياك إياك تحملي روحك أكتر من طاقتها. هتعدي يا فاطمة وهتقومي منها، بس بلاش تقفلي على نفسك الباب. إياك إياك تخلي الحزن يهزمك، انت أقوى من كده بكتير بكتير قوي. أنا ضعيفة، ضعيفة قوي، أضعف من كل اللي بيحصل حواليا، بجد ضعيفة، ضعيفة قوي، ضعيفة. من فضلك يا مريان سيبيني، عايزه اقعد لوحدي شويه، سيبيني لوحدي. بس هاجي تاني، ما هو انت اللي انقذت حياتي، تحملي بقى. Thank you.
تسام، تسام. ايه يا شبلو، حد يخد حد كده؟ يخد حد كده؟ عشان انا عصفوره داخل البيت يعني؟ ما انا بقالي ساعه بندهلك. مالك مساهمه كده ليه؟ مفيش، قلبي مقبوض كده شويه. لا سلامتي خير، مين اللي قبض عليه ليه كده؟ الواد عوض. طب ما عادي، اي حد يفتكر عوض لازم يتنيل ينقبض. لا اصل لسه مكلمني امبارح وصوته ما كانش عاجبني خالص. اه يعني كاظم الساهر بيكلمك؟ ما هو عوض في الاخر، عادي يعني. مش عارفه، عارف لما تحس كده انه بقى حنين فجأة؟ عوض؟ عوض بقى حنين؟ اه وربنا. ليه كان بيطبطب عليكي في السماعة وبيكلمك ولا ايه؟ مش عارف يا شبلو، انا خايفة عليه قوي. لا ما تخافيش يا اختي، ازاي عوض ده ما يتخافش؟ 40 من امتى الحنية والاخوة الاحباء اللي انتوا فيه ده؟ هو يعني من هو هربان بقاله شهور وانت عادي، ولا كأنكوا اخوات ولا تعرفوا بعضيكوا عادي، يعني ايه الجديد؟ والنبي يا شيخ، انا عمري ما طلبت منك حاجة. اه صح قوي، ما بأمرت مشابك الغسيل لسه جبالك اول امبارح البلاستيك والمفيونكات دي. عايزك بس تخطف رجلك لغايه مصر، تسال عليه وتطمن عليه وتيجي تقول لي والنبي يا شبر. انا انزل اسال على عوض دي؟ هجوز امي؟ وبعدين في النهايه يعني ما في تليفونات، كلميه في التليفون. ازيك يا عوض؟ الحمد لله انت كويس وخلصنا. والنبي يا شبر. النبي يا شبر له ايه؟ انا مالي؟ انا ايه اللي نزلني العوض انا ادور عليه وليه؟ ما انا اصلي سالت عليه عند الجماعه، قالوا لي ان ما حدش عارف طريقه غير الاستاذ المحامي اللي اسمه يوسف، وادوني رقم الموبايل بتاعه وعمال اتصل بيه الرقم الدوي، مش عارفه يقول لي بره الخدمه ولا خارج الخدمه بتاعه دي، وانا بقى هموت من القلق عليه. يا نهار خبر اسود، يا نهار خبر اسود، كل المكالمات دي ومش من عندي من السنترال؟ يعني ينفع كده هم المدام وما تتصلش من السنترال؟ يا نهار احوس ومنيل بنيله، يا نهار احوس. بصي انا اكراما يعني ليكي، أوه، عشان خاطر انت المدام بقالك كتير، الله يخليك، هنزل انا السنترال بتاعي اعمل كل التليفونات والمكالمات واعرف لك هو فين، بس على حسابك برضك، اتمنك ما عملتيش ده من نفسك من الاول. ماشي ماشي يا اخويا، ماشي ماشي، على حسابك. على حسابي يا اخويا. طيب. من عينيا. حاضر، ما نشوف اخرتها. الله يخليك يا شبال، وتجيب لي خبر كويس يا رب يا رب. طيب طيب، مع السلامة. لسه يا إذن النيابة عطلان. بقول يا صاحبي كل ده وعطلان. رئيس النيابة مسافر وراجع بكرة، وطبعا هو اللي لازم يمضي. بص يا صاحبي، أنا بصراحة عايز أخلص من الموضوع ده بأي طريقة، ما نقدرش إحنا نهجم على البيت ونشوف الإجراءات دي بعدين؟ يا ابن البلد كلها ممكن تولع، لكن بكرة قريب. بس اللي أنا متأكد منه إن فاطمة لسه في بيت عطلة، ما خرجتش منه. طب يا باشا ما تفكر لنا في أي حاجة بحيث إن إحنا نستدرجها بره البيت. وفي طريقة بس نتيجتها مش مضمونة. اللي هي؟ نحاول نعقد صفقة. طمني عليك، أنت كويس؟ خش في الموضوع دغري يا عمرو. شكلك عندك أخبار مش ولا بد، قول. عرفت إزاي؟ العشرة يا معلم. بس بقولك ايه، اذا كنت هتقولي ان انيس الدسوقي قرب يوصل لفاطمة خلاص، فدي اخبار قديمة وعندي من زمان. واخبار عوض وصلتك؟ ماله عوض؟ عوض ياسر تعيش انت. ايه؟ لسه الخبر واصل مديرية امن القاهرة من شوية، والدنيا معلومة. فاطمة كويسة؟ من ساعة ما سمعت الخبر وهي قافلة على نفسها في بيت اخو يوسف وهيب، محدش عارف عنها حاجة. زمانها يعني في حالة ما يعلم بها الا ربنا. طب وده حصل ازاي؟ مات ازاي يا عوض؟ رصاصة طايشة من مسدس انيس الدسوقي وهو بيطاردهم في الصعيد. هو الواد ده مش عايز يجيبها لبره ابدا؟ المهم عايز اقول لك على حاجة مهمة يا ياسر، واسمعني كويس. دلوقتي انسب وقت ان فاطمة تسلم فيه نفسها. اشمعنى؟ كل الامور في صالحها. ظهور مشتبه فيه تاني وقتل عوض، ده غير الاخبار الجديدة اللي جاية من عند عثمان الروبي. ماله عثمان الروبي؟
منور يا عطا. ده نورك يا صلاح باشي ونور الضيف اللي حدانه. بس انا يعني لحد الوقت ما فاهمش انتوا عايزين مني ايه. لا انت فاهم يا عطا من الاخر كده. وعشان ما نطولش على بعض، احنا اللي عندك يلزمنا. حلو قوي. اللي عندي ده بقى اللي هو ايه عاد؟ فاطمة يا عطا، فاطمة عبد الرحمن سليم، ضيفة اخوك يوسف وهيب. مفيش حدايا حاجة اقولها يا بهوات. طوعني يا عطا، احنا عارفين ومتأكدين انها عندك في البيت، ومش من مصلحتك انك تعاديني. طب ما دمتم متوكدين قوي كده، ما تخش الدار تفتش هو يا بهوات. مش منظر برضو يا عطا. انا فاهم انك متحامي في الاهل والعزوة، بس من مصلحتك انك تتعاون معانا، احنا في الاخر الحكومة. لكن الاصول اصول يا باشي، والاصول اللي بتمشي في البلد هنا تمشي على الحكومة زي ما بتمشي على الناس عاد. قدامك من هنا لغاية بكرة، ولو رجعت في كلامك في أي وقت هتلاقي الباب ده مفتوح لك. ومرة تانية بقولها لك يا عطا، مش من مصلحتك إنك تعاديني. ماشي؟ تمام يا باشا، بالإذن. ده كلام برضو يا يوسف، أنا هبيعك. أنا مش قصدي عطا، مش قصدي، بس هم اتأكدوا إنها هنا. أكيد هم عليهم علينا، مع إن أنا راشق الرجالة في كل مكان. ما دام عليهم علينا يبقى مش هقدر أهرب فاطمة بره البيت. أنا قلت لك 1000 مرة ما تقلقش يا راجل. معلش إزاي؟ لو جابوا إذن للنيابة تبقى الحكاية خلصت. بسرعة يا رب. عوض مات؟ أنيس باشا مرتاحش إلا لما جاب أجله. يعني مات يعني اتأكدت انه مات؟ الله يرحمه، كلنا حموت. انا بالوجة كريم. يا لوة الله، ما الواحد يبقى واقف على رجليه زي الحصان وفي ثانية واحدة يبقى ولا حاجة. سبحانك الله، قادر على كل حاجة. كلنا فكرنا دايما، محدش عارف ان احنا ممكن في ثانية نبقى تحت الارض مش ماشيين عليها. مش واجب يعني عشان برضه نعمل له صوان وعزا وكده؟ يعني واجب. اكبر صوان واكبر عزا. انا حامل بس هم البيت اخته اللي فوق دي، مش عارف ابلغها ازاي. زي ما يكون قلبها حاسس من امبارح وعماله تزن عايزه تعرف اخوها فين. لا كده هتبقى مناحه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا عم، والله العظيم كنت بحبك. استهدى بالله. كويس يا شيماء، كويس كويس كويس. بس يا أستاذ حسين، فين مبهر عظيم رائع الكلام ده بتاع حضرتك؟ لما الموضوع يبقى رائع وعظيم هتلاقيني بسمعك الكلام ده. أيوة بس ده في كل المواصفات القياسية اللي ترضي حضرتك. قضية انفراد خاصة بفاطمة عبد الرحمن وكل الحاجات اللي هترفع التوزيع. لكن في موضوع خطير أنت ما خدتيش بالك منه. إيه هي بقى؟ إن ممكن يعمل لنا مشاكل. مع مين؟ مع الداخليه مثلا، واحنا مش محتاجين الحكايه دي دلوقتي، ممكن يسحبوا الترخيص. انا نسيت اقول لحضرتك ان احنا سلطه رابعه ومهمتنا الرقابه على كل مؤسسات الدوله، وكون ان احنا بنكتب عن ضابط ده مش معناه ان احنا بنهاجم الداخليه او بنسيء ليها.
لو أضمن إنهم هيفكروا زيك كده هنشره فضل. يعني إيه؟ مش هيتنشر؟ لا بس شيماء ما تنسيش نفسك، انت فاهمة؟ انت كل شغلتك انك تجيب الماتيريال هنا وانا اللي اقرر ايه اللي يتنشر وايه اللي ما يتنشرش، انتهى. يعني طول ما احنا ضد فاطمة بننشر حاجات تدينا حضرتك بتوافق على النشر، انما لما نجيب حاجة تقوي موقفها وصفها حضرتك بتمنعها، مظبوط؟ هم يبوظوا دماغكم في كلية الاعلام وانا اشيل الباب هنا ايه؟ هقعد هنا ادرس لك الاعلام من اول وجديد يعني؟ لو سمحت انا عايز اروح، عايز اروح انام لي ساعتين ثلاثه، انا بقالي يومين ما نمتش. وما تطبليش في التليفون، تليفوني كله مقفول. صباح الخير يا ياسر بيه. جاي لي بطولك يعني يا ضاحي؟ ايوه جاي لك بطولي، لانك خلاص ما بقتش عدو. وده من امتى وبأمارت ايه؟ من ساعه الكلمتين اللي انت قلتهم لي، عمالين يروحوا ويجوا في دماغي، ما بينيمونيش الليل. محدش قبلك يا ياسر بيه قدر يعملها، محدش قدر يحطني قدام مراية عشان أشوف فيها ضاحي النمر الحقيقي، محدش قابلك يا سيربي. طب كويس، يعني أفهم من كده إنك فقت؟ أيوه فقت بعد نوم طويل زي أهل الكهف. ودلوقتي أنا جاي عشان أقولك كان معاك حق في كل كلمة قلتها لي، محدش قتل ابن غيري. دي بداية كويسة ضاحي. بالعكس بالعكس يا ياسر بيه، دي نهاية كويسة. السلامة السلامة يا ياسر بيه. خلاص بقى، في ايه ده؟ جو حر جدا، انا مش فاهمك. اصل انا ما اكلتش من الصبح فحاسه بهبوط. لا انت مش ما اكلتيش من الصبح، انت مخنوقه من الصبح عشان اترفض لك موضوع. ايه المشكله يعني؟ واول مره يترفض لك موضوع؟ ايوه اول مره يترفض لي موضوع يخص قضيه فاطمه. اول ما لقى حاجه في صالحها رفض ان هي تتنشر، ده معناه ان هو لو لقى دليل براءتها هيرفض ان انا انشره، وانا مش فاهمه بقى ايه السبب. مش فاهمه ايه السبب؟ لا انت فاهمه ايه السبب كويس، وقلت لك قبل كده انك لازم تضحي. تاني السيرة المهببة على دماغك دي تاني؟ الله، هو انت كده مش عايز تسمعي الحقيقة؟ الحقيقة دايما مرة بتقف في الزور، مش عايز تسمعيها. حقيقة ايه يا ابو حقيقة؟ انا سافرت وصورت وكتبت الحوار وقدمته واترفض، اعمل انا ايه؟ انا ذنبي ايه دلوقتي؟ ليه يا شيخ؟ علي انا؟ انت تعرفي كويس قوي تنشر الحوار ده ازاي. يعني يعني انت تعرفي تتصرفي يا شيماء؟ بلاش بلاش، انا اللي ربى خير باللي اشترى، انا مش هقول ولا كلمة ازيد من كده. ايوه اي حلم معاك شيماء؟
شيماء ابو سعود. الاستاذ حسين اصله قافل كل تليفوناته، تلاقيك حتى مش عارف توصل له صح. طيب بص يا سيدي، هو كان سايب معايا موضوع مهم جدا يخص قضيه فاطمه عبد الرحمن. انت طبعا عارف الموضوع ده هو مهتم بيه قد ايه. لا ده مقشر ينزل عليه، ده مقشر ينزل صفحه اولى. انا اسفه معلش. لا ما تقلقش، هو مكلفني انزل ارسم معاك الصفحه. طب تفتكر هنلحق الطبعه الثانيه؟ لا اظن نلحق. طب بص انزلك حالا، يلا سلام. انيس يلا بينا، عايز ننزل ثلاث خلاص. اكيد يا باشا. طب انت لسه متحفظ عليها جوه صح؟ طبعا طالما ما اتبلغتش انها اتحركت تبقى اكيد لسه جوه. يلا باشا. لا يا فاطمة، لا ما ينفعش كده، لازم تصبري شويه على الاقل تثبتي براءتك. ما ينفعش يا فاطمة، انا خلاص تعبت ولازم اسلم نفسي. فاطمة